كثير من البنات وقت اقتراب الاختبارات يتحولون 180 درجة، ما أدري ليش. يا حبيبتي أنت ذاكرتي واجتهدتي وسويتي اللي عليكي، ليش الخوف وليش الرهبة؟ ترى الاختبارات ما تجي فجأة، الوزارة معلنة عنها من العام الماضي. الوزارة معلنة عنها من العام الماضي. ليش التوتر؟ اللي أقصد أقوله إن أنت طول العام تحضرين، قاعدة تحضرين دروسك وتحلين واجباتك وتفهمين الشرح معلمتك، لا داعي للخوف وتعب الأعصاب. اهدي اهدي، أساسا الموضوع جدا عادي. يا الله وين دفتري؟ وش ذا الدفتر؟ من وين ذا القلم؟ يا الله لغتي ما ذكرته، يا الله ما قرأت النصوص ودراسات، يوه ودراسات، يا الله الرسالة بتقول علينا اختبار، يا الله البنات قاعدين يرسلون، يا الله رياضيات، يوه رياضيات باقي هذه المسألة، يا الله عاد هذا الحين الإنجليزي راجعتها 1000 مرة بس بقي لي 50 مرة بيرتاح نفسي، يا الله يا الله ما أقدر أركز، يا الله مو قادرة أركز، يا الله البنات قاعدين يرسلون الواجبات، يا الله وبعدين وش ذا الحين أنا تعبت مرة وذا الدفتر حق العلوم، يا الله الاختبارات اف وش هذا، يا الله اف وش هذا، وش ذا بعد بعطيتنا 5 اختبارات، يا الله وش ذا اف 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 اف، يا الله شلون أحل أنا؟ يا الله عجزت أحله، يا الله يا الله. وش فيك يا لبنى؟ وش كل هالكتب المتناثرة؟ وليش جالسة كذا؟ أقول مالك دخل وتركيني في حالي. ترى أنا مو بناقصة توتر زيادة، يكفي أنا الحين في توتر جي أنت توتريني زيادة. خلاص يا أخي روحي خليني أذاكر زين. وش فيك متوترة يا لبنى؟ ترى الأمر جدا بسيط. ما يحتاج كل هالتعقيد. اختبارات اختبرت بقالها اسبوع وتقولي ليش متوتره، يا الله لازم توتر طبعا. رياضيات تخيلي تخيلي الرياضيات ما ذكرتها، شفت الانجليزي ذكرتها بس 1000 مره، تخيلي بس 1000 مره، تخيلي بس 1000 مره، بس بقالها 500000 مره. اهدي يا لبنى انت ما شاء الله عليك ذكيه وشاطره وتدرسين من اول السنه بجد بتركيز. لا بعد مقطوع، يا الله اقول بقى فلسفه زايده، خليني الحين مذاكرتي وما عندك كلام اطلع برا خليني اركز. يا لبونة يا لبونة يا حبيبتي انت ما شاء الله تجيبين درجات عاليه، ليش كل هالتوتر؟ كيف اجيب درجات عاليه وانا اصلا للحين ما راجعت ولا شيء؟ شلون يعني؟ شفتي ذا الدفتر؟ تخيلي كذا كاتبه فيه اختبارات، لا هذا دفتر، تخيلي كذا كاتبه فيه الاختبارات ولا رجعت الاختبار الا 100 مره وبقي لي 100 مره. يا الله دي نظارات اف. وش فيكم؟ سامع هواشكم من اخر الدنيا. تعالي تعالي شوفي السيده لبنى موترانه موتره البيت كله بسبب هالاختبارات. يا لا تتعبين حالك، هذه حالها من يوم اول بداي وهي كذا. يا الله ايش ذا الاختبار؟ اقول انت ريم وشاهد تراكم فلسفات، تراكم فلسفات زايدة، وانتم بعد لا تطقين علي خير. طيب بسألك، هذه المرة السادسة اللي تراجعين فيها ولا الخامسة؟ لا هذه 100 مرة، وبس بقالي 100 مرة بس عشان ارتاح يعني شوي، مو بمرة. مو قلت لك يا ريم لا تتعبين حالك. بس يا شاهد هي لا تاكل زين ولا تتغذى وضغط على اعصابها، والله حرام. يا اخي خلوني في حالي، اتركوني في حالي. شفتوا كيف القلق والتوتر يخلي صاحبه مريض وما يقدر يركز؟ الله يهديها لبنى، مسببه قلق في البيت.
وانتم ما شاء الله تطقطقين علي. يلا روحي، وانتم بعد تبغون اطلع اسكاركم، يلا اطلعوا ولا اقسم لاني اطلع اسكاركم. يلا اطلعوا فاصل. وقتكم أكثر في كل موعد نلاقيكم بأخبار وسوالف غير شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.